طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونواصل إن شاء الله في الموضوع في مسألة الاعتصام بالكتاب والسنة وفي سؤال السائل الجبيل قبل الصلاة في تعريف السلفية. فالسلفية هي التمسك بالإسلام وبأصوله وبأحكامه وأن يدعو الإنسان إلى ذلك وأن لا يخرج الإنسان عما دل عليه الكتاب والسنة. خالف في ذلك أناس في أصول الإيمان الفرق التي كانت سبباً في ضعف المسلمين كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأعداء الإسلام دائما أخواننا بيحشروا في نص المسلمين ما يسمى بالبدع والمحدثات، عشان كده العلماء قاموا قفلوا الباب ده عشان ما يخش في المسلمين من هو من غيرهم فيدخل فيهم الضعف كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وكما قال الله سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. فلابد من الناس عشان يبقوا جماعة واحدة، لأن أخواننا الدعوة دي دعوة سمحة جدا كون الناس كلها المسلمين كلهم بيقوا يد واحدة وبيقوا كويسين وبيقوا في أي باب من أبواب الحياة ناس واحد، لا بتلقى في ناس اثنين بيشاكلوا، لا بتلقى زول بيتلب على زول، لا بتلقى زول جاب شهادة بيقوموا يضيعوه لأنه ذاك قريبه، لا ذاك لأنه جاب هجي بشغلوه، ذاك لأنه كذا ما بشغلوه إلى آخر، الناس كلها لو بقت واحد ده شيء مطلوب. لكن لماذا؟ ليه؟ لأن يا إخواننا الناس عشان تتوحد لابد يكون في مرجعية، ناس ترجع لها. لابد يكون في مرجعية. وربنا سبحانه وتعالى جعل المرجع في الأمور كلها الكتاب والسنة. يعني عشان الناس دي كلها تبقى واحد، شوف الناس زمان في زمن الصحابة رضي الله عنه لما نزل تحريم الخمر، الخمر لما حرمت قال أنس بن مالك قال كنت ساقي القوم في حائط أبي طلحة، يعني كان الناس بيجتمعوا في حائط أبي طلحة فيشربوا بعض الناس الخمر، وده بعد الهجرة النبوية. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المنادي طوالي مرق في الناس وقال أيها الناس إنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة قرآن وإن الخمر قد حرمت، قال وبعضهم قد وضعها في فيه، ناس خدتوا الخمر في خشوم، وبعضهم أمسك بها يريد أن يشربها، وبعضهم عندهم منها الشيء الكثير، قال فالذي في خشمه لفظها طوال مرقة. والناس قاموا كسروا القلل والمصايب الفوق الخمر وكشحوها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاهم كلهم يستمعوا وينصتوا ويرجعوا إنهم حققوا الإيمان في بداية الآية أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. طوال المؤمنين استجابوا وده حال أي مؤمن. لكن الليلة لو كان الكلام ده حصل الليلة كان بيجيك واحد شعبي يقول لك الزول اللي جاب الكلام ده أحد ما بينفع معنا، ما كان بيستمع، فهمت؟ وكان بيجي الصوفية كذا يجيب طبقات والضيف الله، كان بيجي الصوفية يشرب الخمر يقول لك طبعا الناس في المجتمع ده على قسمين، المسلمين
القسم الأول قسم الأولياء، وديل طبعا مباح لهم أي حاجة محرمة بالشريعة، فهمت؟ افتح خليل الرومي، فهمت؟ والقسم الثاني قسم الناس المساكين الزين العادين، وديل ما بيجوز لهم يشربوا الخمرة وكده. ليه؟ لأنهم ما حصلوا درجة الأولياء. وده الآن اللي بيوصل له، بيوصل له في القنوات قناة النيل الأزرق وقناة أم درمان وغيرها، إنه الأولياء، الأولياء ممكن يعصوا الله، وده يعتبر طاعة عند الأولياء. عشان كده في كتاب ود بدر تاع القادرية البيجاي ديل في شمال أم درمان ولا وين؟ شمال بحري، قال بيأصل لمسألة إنه الشيخ لو عمل معصية ما تسأله. قال وإن رأيت منهم من تعدى وناح، تعدى يعني جاوز الحد الشرعي، وفعل أفعالا قباح، ولو أنه يأتي البهائم قال فلا تبدي عليه بالإنكار فإنه لربما يحصل للنخل اللقاح. قال طبعا في الظاهر الشيخ بيزني ببهيمة، لكن في الباطن الشيخ طالع له في شجرة وقاعد يعني يخصف في الشجرة عشان يجيب لك اسمه شنو، بركاوي ولا حاجة صيب الزمان. ده الدين هنا في السودان، عشان كده ما ممكن يستمع، بيعتبروا انه ده كرامات. طيب ده كتاب طبقات والضيف الله. والغريبة قايمين الآن، الآن السؤال قبل قال لزيرك بيقول انه احنا ما دارين نجي الناظر وكده، وانت بقيت تفتح بلاغات، قال الناس قاعدين يقولوا انه انا بدعو الناس الى عبادة العباد. انت بتدعو الناس الى عبادة العباد وعبادة الحجر والطين. القبة دي مبنية من شنو؟ مبنية من عسل. القبب والناس اللي بيمشوا لها ديل، يا بقبة اللبنية اكتب لي حجاب من راسي لكرعية، ده حجاب ولا برول ده؟ فهمت انت اللي بتدعو الناس للهوس ده؟ مبنية من شنو دي؟ يدعو الناس الى عبادة العباد وعبادة اي حاجة باطلة من دون الله سبحانه وتعالى. بأصل الله كتاب طبقات والضيف الله، كتاب طبقات والضيف الله ده بيطبع الآن ويباع في الدار السودانية للكتب. الطبعة دي اللون باللون ده، دي طبعها في الدار السودانية للكتب، ده دين الصوفية. انت قال شنو الجماعات دي؟ لا، فما بتتكلم في التوحيد، البلد ما بتصلح. عشان الناس واحد جايب رسالة في تلقاه في الواتساب 2013 خمس عشات بجنيه، 2014 ثلاثة عشات بجنيه، أربعة شنو كده ما عارف، و 2017 ما في عيشة بجنيه، فهمت؟ لسه فهمت؟ والله حبة قمح تلقاها بأربعة مليون، حبة قمح بس. ليه؟ لأنه في شرك. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ربنا قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. سبأ دي كان بلد فيها خيرات كثيرة، كان فيها أشجار كلها ملانة من الثمار. ربنا قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ربنا قال فأعرضوا أي عن التوحيد كما قال ابن كثير نقل أقوال العلماء، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما صبروا وهل نجازي إلا الكفور. فهمت؟ ها؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فده لما كفروا بدعوة التوحيد ربنا ابتلاهم. الآن شوف البلد دي، البلد دي الآن شوف الخيرات اللي فيها، خيرات في البلد دي كثيرة جدا. شوف الخريف ده كيف مطر عجيبة، والبحر جاي خاشي للناس في بيوتهم، فهمت؟ وأراضي زراعية وغيرها، وبعد ده نحن بتلقانا تعبانين، مش هزال العيش بكم؟ عيشة، فهمت؟ ويجيك الجبهجية بتاعنا الاتحاد، يقول لك طبعًا هذا هو العيش المدعوم، العيشة دي بكم؟ بكم؟ كم؟ سندوتش الطعمية بأربعة جنيه، داعمينه بشنو أنتو؟ ها؟ داعمينه بشنو؟ فهمت؟ ده كله سببه شنو يا أخوانا؟ سببه شنو؟ سببه الشرك بالله. الشرك بالله لما يكون قاعد في البلد، البلد يو بيحصل فيها زي دي. وكل ما يرد وينقض أهل الباطل والضلال البلد بتصلح، فهمت؟ مما الجماعة دي طردوهم، طردوا شيخ التكسي، انت ما سمعت به؟ شيخ اللامين أسي الحمد لله طردوا برا السودان، واتفضح فضيحة عجيبة زي اللي زيرك. قام فتح بلاغ قال الناس دي سبوني، سبيناه قلنا شنو؟ قال الناس دي قالوا لي أنا بحنن. طيب انت ما قاعد تحنن؟ في شيخ بحنن؟ انت شيخ تقوم تحنن النسوان وتحنن الرجال، فهمت؟ وتعمل لهم الجرتك ده شيخ داسي؟ قال له الشيخ الحيران وتكسي وبخرة وجلكسي
ومحايته بيبسي. فهمت؟ فهمت؟ زول بيقول عنده حولية جايبين عليه موثقة قاعدة الآن في النت، قالت جاية في البلد دي أنا ما بعرفها لكن أبويا الشيخ بيعرفها. فهمت؟ قالت جاية في البلد دي أنا ما بعرفها لكن أبويا الشيخ بيعرفها. قال أمسكوا قوي يا ناس. والآن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى صرف كيده وسيصرف جميع هؤلاء المضلين المجرمين من الصوفية وغيره. برضو واحد تاني اسمه بلة الغايب، بلد غريبة ذاته، واحد في جامعة الخرطوم اسمه أبو ضفيرة. فهمت؟ ده كمان قال الغيامة فضلها 112 سنة، الكلام ده قبل سنتين أسي فضلها 110. الميم كلام غريب. ده السودان هنا، السودان ده فوق ناس قاعدين يقولوا نحن الله عديل، كتاب القادرية موجود، قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. شيخ الختمية قال أنا عرش، قال أنا عرشها والكرسي أنا، أنا للسما بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. ده الدين بتاعنا في السودان. فهمت؟ هنا قال خليل الرومي، دار أوريك الكلام الجبل، دار أوريك الأمة بتتفرق ليه، لأنه أي ناس مبارين لهم ناس تقول لهم الله قال، يقول لك لا لكن أبويا الشيخ قال كده ما صح. تسأل داك يقول لك نحن دكتورنا زعموط قال ما صح. تسأل ديل يقول لك رئيس الجماعة رئيس الحزب، وديل كلهم مجموعة من الرباطة اللي بيربطوا لك على الطريق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فهمت؟ قال أصل دنقلاوي جابري قدم الصعيد وتعبد في سركم 7 سنين، ثم جابوا الحاج عمارة وسكن دادول وبنى مسجدا فيها، وظهرت له كرامات وخوارق عادات. فهمت؟ والكلام ده ناس يقول لك كيف تتكلم لنا في الجامعة في محلات زي دي، وزول تلقاه بكورك ده ذاته لما الامتحانات تجي يمشي للركيني ولا لغيره عشان يمشي يبرك له القلم بتاعه، الركيني بزغله في القلم عشان يقطع له جوا الامتحان ان شاء الله ما يمتحن ذاته. فهمت؟ وعشان ينجح بلد دي تمش كيف، تمش كيف البلد دي. فهمت؟ الدكتور الفي تلقى زول دكتور تلقى عنده براد وجيك سيارة بتاع، تلقاه بيحبل الفكي يقول لك ده ابونا الشيخ وكمل البلد دي كمامة فوق الشيوخ ديل كان جات واقعة لا أكثر من كده تعمل شنو، والله البلد دي أسي حبايام قاعد ما قادرة تعبه. فهمت؟ فما تعكر مزاج. طيب قال منها أنه جاءه رجل وقال شردت لي خادم منذ عام فاسأل الله يردها لي. لو كان بيقولوا للناس كده ما كان سألناه، لكن شوف قال شنو. قال فقال له، قال له اسأل لي الله، مش كان يرفع يدينه يسأل الله لكن داير مقابل. قال له جيب برمة مريسة. وطبعا ده الناس الآن بيقول لك لا ده أسلوب شين، أسلوب شين طبعته أنا، أنت كتاب بتقري للناس في الجامعات، الكتاب ده بتقري للناس في الجامعات، وقلت الكتاب ده بدخل الناس الجنة، لما أنا أجي أكشف وأرد عليهم من القرآن والسنة يبقى أنا ما عندي أسلوب وأنا كلامي ما ظريف؟ أنت كتاب طابعه وطبعته دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، وتبنته جامعة الخرطوم في قاعة الشارقة، الكلام ده قبل 6 شهور. فهمت؟ في قاعة الشارقة اتبنته جامعة الخرطوم. قال الشيخ قال له جيب برمة مريسة وبصلتين وديكا خصيا. قال له عشان أزعل لك الله تجيب ده شيخ ده صوفي، ده صوفي، تقدر تقرأ الكلام ده في تلفزيون السودان؟ تعال اعمل معي لغانة، تمشي لانصار صنة وسجم رمات، داك ما بيعرف يتكلم ذاته لسانه أظنه معقود، ولا داك قل له وتد في خشمه تحت. فهمت؟ تعال جيبنا أرد عليك، تعال جيب نتناقش نشوف طلعوا القرار ليه الأسلوب وما أسي ده أسلوب. زول قال لك أسأل لي الله، بتسأل الله ولا تقول لي جيب برمة مريسة؟ يا قول لي جيب 2 شاورما، لكن تقول لي جيب برمة مريسة؟ قول لي جيب بيزيانوس. فهمت؟ جيب شربوت، لكن تقول لي مريسة عديد؟ قال جيب مكتوب الكتاب كده، هذا لي ما عجبك يا صوفي تمشي تفتح بلاغ طوالي. الشيخ قال عشان يدعو لي الله قال لي جيب برمة مريسة وبصلتين وديكا خصيا. فهمت؟ قال فجاب الرجل برمتين وبصلتين وديكين خصيين، فصف المريسة، كمان الشيخ ما دايرة فيها السفنجات والحاجات الشينة دي. قال فصف المريسة وشربها هو ودناقلتهم، علاش الدناقلة ديل الصوفية ديل ما نحن. فهمت؟ قال ثم جاء الرجل وقال له أين خادمي؟ قال له طيب جبت لك برمتين مريسة وبصلتين وديكين خصيين، مع إنه ما في لكن برضو جاب له. فهمت؟ قال له طيب يلا جيب لي الخادم بتاعتي هنا. قال له شيل الشجر، شوف كلام المساطيل، ما صف المريسة يعني حيكون الكلام الجاي حيكون كلام بتاع زول نصيح. قال له شيل الشجر، ها
وقول يا بخيت ثلاث مرات. قال فذهب وقالها، فجاءت الخادم شال قربة الموية إلى آخر ما قال، والموضوع انتهى. فهمت يا زلمة؟ أنت دار تفتح لك بيت دعارة تقول لا جيب برمة مريسة، ده الدين بتاع الصوفية تقاي شنو؟ طيب لسه أنا أديك كلام تاني. صفحة 116 طيب. قال ده ولي تاني قال اسمه لا دخل له. طيب نمشي لواحد تاني حسن واتحسونا صفحة 63 وده مدح البرعي. قال سيدي حسن أبكم سيدي فوق الكوم متحكم. قال متحكم، والعقيدة بتاعت البرعي دي أحسن من عقيدة أبو لهب. أبو لهب مش في جهنم، ده أحسن من عقيدة البرعي والله الذي لا إله غيره. والكلام ده بالأدلة، أنت قال ساين بنحكي في نكات والنفاش، ده كلام بأدلة. فهمت؟ طيب قال صفحة 63 و 64 وماشي قدام. قال الفصل الأول في سبب بدايته، يتكلم على ترجمة حسن وتحسون في فصول. قال في سبب بدايته وما أكرمه الله به من الكرامات. الفصل الثاني في كرامات وتحسون، قال في إحيائه الموتى وإبرائه ذوي العاهات والآفات. فهمت؟ وذكر في الفصل الأول كلام كثير جدا، وبعد ذاك مشى للفصل الثاني. طيب قال حسن وتحسون بيحيي الأموات، ده أصو ما عنده علاقة بالإسلام. فهمت؟ تفتح بلاغ تتكلم في غنى في غيره، ده ما بنسكت منه. زول بيقول غير الله حسن وتحسون بيحيي الميت، ده يكون مسلم كيف يعني؟ وأبو لهب بيعتقد أنه الميت ده ما بيحيه إلا كما قال الله عز وجل في سورة يونس، يا أيها الناس قل يا أيها الناس إن كنتم يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يقرون به، وكما قال الله عز وجل متحديا المشركين، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فربنا قال لهم ربنا بيعمل أربع حاجات، وين الأولياء بتاعنكم ديل بيسوا؟ لكن هنا الصوفية الكفر بتاعهم بتاع الشيوخ بتاعنهم فات بفوق للشغل بتاع أبو لهب وأبو جهل. قال أحيا بنت الرئيس في الخشاب، عرفتها؟ ودي قال محلات في وتحسون على جهة شندي. قال وأمها اسمها أم جيمة، دي القصة البيت الأحياء حسن وتحسونة. قال قالت له يا سيدي بنتي ماتت أبوها ماله مال حرام كفينا لي، يعني ما دار كفينا من قروش أبوها، لكن قالت له بنتي ماتت. فقال حسن وتحسون على قال يجيب كتابة زهير الرياض، قال لها بنتك طيبة ما ماتت قومي. قال فتمالت روحها وقامت. قال للبنت قال لها قومي فوق، البنت طوالي قال قامت. فهمت؟ نفس الكلام هنا. فهمت؟ فصل في إحياء الموتى هنا 134 وانت ماشي لقدام. قال فصل في إحيائه للموتى وإبرائه لذوي العاهات. وقال من كراماته قال برضو إنه لو جاك ملك الموت يقبض روحك، الشيخ قال عادي بيزيد لك في العمر بتاعك. قال الفصل السابع، ده أحمد الطيب البشير، كتاب ده كتبه عبد المحمود نور الدايم، تقدر تناظر في الموضوع ده لزيري. قال في بيان ما أكرمه الله به من فسحة من حضر لقبض روحه ملائكة القبض عليهم السلام وشبه ذلك. قال لك الفصل ده كله بيتكلم عن إنه الملائكة في ناس تابعين لأحمد الطيب جاءت تقبض أرواحهم، وأحمد الطيب قام رجع الملائكة. ربنا سبحانه وتعالى قال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ربنا سبحانه وتعالى قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق
ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال حدثني الفاضل الشيخ الحسين ابن الفقيه إبراهيم الخليل ابن الفقيه محمد الأغبش، ديال كلهم صوفية، فهمت؟ داري يهمك طبعا، تقول يا سلام بلال العلماء ديال كلهم صدقوا الحاجة دي، ديال صوفية سادة علماء بتاعين شنو ديال. قال مرضت مرضا أشرفت فيه على الهلاك، ده الأغبش قال مرضت مرض كده خلاص قربت أموت. قال إلى أن يئس كل الناس من حياتي، الناس كلهم قال والله الزول ده خلاص ميت ميت. قال فجاءتني ملائكة القبض لقبض روحي، قال الملائكة جو نزلوا عشان يقبضوا روحي، فرأيت سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه، فهمت؟ وهو قريب منهم، منهم ديل منه؟ قال قريب من الملائكة، وهو يقول لهم أما قلت لكم لا تقبضوا روحه؟ قال أحمد الطيب بيقول للملائكة أنا ما قلت لكم الجماعة ديل ما تقبض الزول ده ما تقبضوا روحه الأغبش ده؟ قال فرجعوا عند ذلك. الملائكة قال آه معليش يا أحمد الطيب طبعا أنا بس هنا معليش كده، ورجعوا طوالي ديل الملائكة طلع ها؟ ربنا قال يرسل عليكم حفظة، أنت عارف حفظة دي معناها شنو؟ حفظ ديل ناس موكلين أو ملائكة موكلين بالعمل يقوموا به، وما في شيء بيعترض عملهم إلا بوحي من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يحله. لكن تاني ما في مخلوق تاني يقدر يعترض. قال ونظير هذه الحكاية ما ذكره سيدي عبد الوهاب الشعراني في ترجمة سيدي محمد الشربيني، قال لما ضعف ولده أحمد يعني ود الشربيني وأشرف على الموت حضر عزرائيل لقبض روحه، فهمت؟ قال عزرائيل جاي يقبض روح الشربيني، الكلام ده ذكره الشعراني في الطبقات. قال له الشيخ يعني قال لعزرائيل ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر قد نسخ. فرجع عزرائيل وشفي أحمد من تلك الوعكة وعاش بعدها 30 عاما، فهمت؟ قال للشربيني ولا آية شربيني قال لي ملك الموت قال له ارجع قول لي ربنا الموضوع ده شطبناه. نسخ معناه شنو؟ معناه رفع يعني، الموضوع ده معناه شطبناه، الموضوع ده انتهى. يا زول انت بتشطب ما الشغل بتاع ربنا سبحانه وتعالى؟ ها امر الله بتشطبه انت؟ عشان تعرف ده دي زندقه وده كفر من الصوفيه. يجوك ناس يقول لك لا ما تنبس يا زول، ده كلامه كلام ده انا قلته انا في صفحه 134، فهمت؟ 134. قال الشيخ عبد الله باعلوي 134 في الكتاب ده قال 134. الشيخ عبد الله باعلوي برضه نفس الطريقه، عنده واحد حوار مات قعد في قبره بعد شويه كرمشوش وبعد شويه ضحك، فهمت؟ يعني بيعلم داري يوريك انه بيعلم جوا القبر. بعد شويه سالوه قال ان مريدنا لما ساله الملكان فقالا له من ربك؟ سالوه الملكين منكر ونكير، قال له من ربك؟ قال ربي الشيخ عبد الله بعلوي. قال فنظر الملكان بعضهما الى بعض منكر عائل نكير، قال وتعجبا لذلك، فهمت؟ اسيدي ده دين ده يقدر تدافع عنه يا صوفي؟ تقدر تدافع؟ عشان كده ما عندك حيله الا تقول الناس زي اسلوبهم ما ظريف والمفروض كان يدوني حبوب بتاعت كافلجين بدل الحقن، الا تقول كده. لكن عشان تقدر تجي تناقش ونجيب الكتب، فهمت؟ وننقضك في منهجك وتدافع عن منهجك، ما بتقدر على الموضوع ده. وبرضو أنصار السنة اللي بيقيفوا معاك وكلهم ما بتقدر تدافع، فهمت؟ وجابينهم في الإعلام ده كلهم أهل بدع من المذيع لغاية الزور اللي استضافه، كلهم مبتدع عطال، فهمت؟ ديل عطالة ساكت يقعد ينقضوا لك في الدين ويتكلموا في الإسلام ودارين يوروا الناس إنه الحق تسكت عن المخالفين، فهمت؟ ويجيك عبد الحي يوسف يقول لك طبعا واحد ساله قال له ليه ما بتتكلم عن التوحيد؟ وطبعا ده اخو مسلم. قالوا له ليه ما بتتكلم عن التوحيد؟ قال الناس بيتصوروا انه لا يكون الكلام في التوحيد الا مع السب والشد. لا ما الا انت تعال انا اتحدى عبد الحي يوسف في قناته في منبره في غيره من المحلات، اتحداه يقرا الكلام بتاع عبد المحمود نور الدايم او كلام للبرعي وينقضوا في المنبر. يقول لهم بكل ادب يقول لهم يا سادتي المهذبين ويا اعزائي الجالسين ويا شنو كذا السودانيين ايها اللطيفين الظريفين، قال عبد المحمود نور الدايم في كلام انقله عنه ولا اسيء له فيه، قال ملك الموت احمد الطيب بيرجعه
وبينسخ الأمر بتاعه، وهذا الكلام مخالف لقوله تعالى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. تقدر يا عبد الحي خليك من السب، مش هو الموضوع سب وشد، نحن خلينا للسب نحن. انت ما قادر للموضوع ده نتحداك تقوله، تقدر تقوله؟ ما بتقدر تقول. انت زول داير قروش، ده الحي يوسف داير يكون ناس معاه كتار، وده الشغل بتاع الاخوان المسلمين، سواء كانوا جبهجيه مؤتمر وطني او كانوا مؤتمر شعبي او كانوا جن عبد الحي يوسف او كانوا تكفيريين او كانوا داعش، كلهم في النهايه تابعين لزول واحد اسمه حسن البنا وواحد تاني اسمه سيد قطب، نفس المنهج ونفس العقيدة. الهم بتاعهم هو الهم بتاع السلطة والكرسي، ما عندهم هم انه يبينوا للناس الدين، فهمت؟ وإلا لو الآن دعاة الباطل من الصوفية ديل الآن مفتوح لهم القنوات يأصلوا للشرك وللباطل وللضلال، وبيتكلموا في شيوخنا يقول لك ما تذكر أسماء وذكر الأسماء. طيب داك ما قاعد يجيب محمد بن عبد الوهاب، قاعد يجيب ابن تيمية، ده فعل ولا حرف ولا خبر؟ ما اسم ده بليد ولا جنو، فهمت؟ ده ما قاعد يجيبه، انت ما تجيبني معاه ما مشكله، خليه يجيبه، خليني اجيب كتبتي واخش له في الاستوديو عشان المباشر دي تنقلب هي ذاتها، والله كان ما بقت له اعاده في محله، فهمت؟ ثاني ما يخش الاستوديو لما امه شفته تطرده من البيت. ما بتقدر يا زول، ما بتقدر، لكن في النهايه بيكون كلام كله كلام فارغ وتلبيس وتغبيش للوعي العام، فهمت؟ وغش لعامه الناس والناس البسطاء والمساكين، لانه الصوفيه اتفضحت، اتفضحت الصوفي. طبعا الموضوع كونه يكون قاعد وسلفيين ما في شيء، ده موضوع سمع بالنسبه له، بيكون ماشي من ناحيه صعلقه ماشي، ومن ناحيه بتاعت قروش ماشي، بيكون فكي قاعد يجي يكذب للناس، فهمت؟ يقول لهم طبعا يا ناس ابونا الشيخ طار وطلع مويه من القبر، وطينه ود الطريفي تشفي من السعر، ده في التلفزيون، تاكل طينه كده لو عضاك كلب، لو عضاك كلب تمشي تاكل الطينه بتاعت ود الطريفي، قال كده انت خلاص لا يدوك حقن ولا اي حاجه، انا بجيب لك كلب مش سعران ولا سعران ذاته، انت وبدخلك في كوم بتاع رمله، شوف تمشي منك العضه، انت بتغش منه انت؟ غشوا السودانيين، شفت الحصوه دي؟ غالب السودانيين اللي عندهم حصوه من الفكيه والعوالق دي، فهمت؟ يقعد يفتح له محل يقول لك ابوك الشيخ غنمايتك رايحه تمشي للشيخ، وكمان الشيوخ بتاعنا الصوفيه قاموا وزعوها، داير تعرس تمشي لوحدين معينين، داير جنة تمشي لزيرقاب والكباش، فهمت؟ داير السم تمشي للكباش، لدغتك عقرب تنده الكباش، ما عارف داير التحكم في الكون تمشي لوتحسونة، فهمت؟ داير شنو كده ما عارف تمشي للختمية، فهمت؟ مرتك طلقوها تمشي لما عارف الطريقة الفلانية، داير تكسي تمشي للامين، كل الشغلانية قاموا فرتقوها كلها، ده دين الصوفية، فرتقتوا الشغلانية كلها، ده المنهج بتاع الصوفيه الان، ده هو المنهج. انت خليني اجي انقدك، فهمت؟ واتكلم معك واناظرك في التلفزيون بتاعك ده، ادونا فيه سحبه، اقفلوا المكيف، مش بخلانين علينا بالمكيف، اقفلوا المكيف، انا عرقان كده بجي انجمك، فهمت؟ انت بتدعو الناس للباطل يا اخي، للكفر، يقول لك انا بخضب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله اسماعيل، وربنا قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، ده القران يا اخوانا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس إذا سألت فاسأل منه، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. البرعي قال بيتكلم عن الشيخ، قال في كربك أنده، قال أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، ودي أخواننا الصوفية كده، أنت بتبقى زول حقير للشيخ، تمشي تبوس كرعينه، تلقى زول تلقاه عامل فوق راجل وكده يقلع العمة يخدها برا. الشيخ الجعلي عنده فيديو في النت بيشيل الصوت بدق الجماعة، فهمت؟ يدق الجماعة زول راجل يدقك 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 راجل يا، فهمت؟ المهم كويس، قال لك أستاذك يا فقير يا أخي. أنا قريت في كتاب لطريقة كركوج ولا اسمهم شنو ما بعرفه، شريف كركوج ولا شنو ما أعرفه، الشريف الأمين والجماعة دي، قال ده قال من الأدب مع الشيخ إنه الشيخ ما يسلم، المريد ما يسلم على الشيخ إلا على وضوء، يعني أنت لو عادي كده ما تسلم على شنو؟ ما تسلم على الشيخ، الشيخ بيقى زي المصحف، فهمت؟ وإذا كنت على جنابة برضو إلا تمشي تغتسل حتى بعد ذاك تجي للشيخ، وما تقعد في المصلاية بتاعت الشيخ، لأن الشيخ ده مرتبته عالية، فهمت؟ طيب مصلايتك دي عمل لها سلم عشان ما أطلع فيها، فهمت؟ ويقول لك برضو الشيخ ما تتكلم في حضرته، عشان كده قال أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، ليه أتبعك الصغير زي الشافع يسوقك كده يمين يمين شمال شمال، فهمت؟ ليه أتبعك الصغير
لا تميل ابدا لغير. وده كمان ده قاعد بحزبيه صوفيه كمان، كان بيجيت سماني ما تبقى تيجاني، وكان بيجيت تيجاني ما تبقى ختمي، وكان بيجيت ختمي ما تبقى قادري. لا تميل ابدا لغير، كله قريب وجار، او عاك من الكجار، ومعامله التجار يعني ما تعامله بمقابل وشراء، تدي وساكت كده، فهمت؟ قال لك جيب مرتك نبريك لك تجيب له طوال، قال لك جيب قروش تجيب له قروش، قال لك جيب صواني تجيب صواني، فهمت؟ قال لك اياك من الكجار ومعامله التجار، في كربك عنده. لما تجيك مصيبه ونازله كبيره تنده الشيخ. والنبي عليه الصلاه والسلام لما نزل عليه ما نزل من اجتماع قريش والاحزاب كان بيدعو ربنا سبحانه وتعالى براه، والانبياء كلهم نزلت عليهم ابتلاءات دعوا ربنا سبحانه وتعالى براه. يجينا البرع يعلمنا في الشرك والباطل والضلال. الخنجر جابوه في قناة سودان 24، قال يا خديل بيكفروا البرع ذاته، كفرناه نحن. وقال لك قال لك في كربك عنده. والمشرك أبو جهل في الكرب ما بينادي إلا الله يا الخنجر، خنجر يغزو لك في عمتك دي، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قصة إسلام صحابي اسمه عكرمة ابن أبي جهل أبو فرعون الأمة وهو صحابي، قصة إسلام ركب البحر. المشركين الواحد لما يركب البحر كان بيوحد الله ويدعو الله براه. قام ركب البحر والسفينة لعبت بهم، فبقى ينادي غير الله سبحانه وتعالى، يا اللات يا العزة، والموج مدور. قام المشركين المعه وقال له ها هنا لا ينجي إلا الله. قال له الفهلة ودي بنعملها برا نحن، لما نكون بعيدين بالنادي للمكاشفي والضلع الحديد وشنو كده بعصاطا سيف وترعي فينا وبشرة، فهمت؟ ديل بالناديهم برا هناك. لكن قال له جوا هنا ما بيمرقك إلا الله. إكرمة قال له أنجاني في الشدة ولا ينجيني في الرخاء، لئن أنجاني الله لأسلمن مع محمد صلى الله عليه وسلم. مرق أسلم. البرعي قال لك في كربك عنده، وربنا قال عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ربنا قال قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. دي آيات كلها بتفيد إن المشركين الأوائل لما تجيهم المصائب والبلايا والبلاوي والمحن بينادوا الله، وبعد ده كفار، وبعد ده مشركين، وبعد ده خالدين في جهنم. يجي البرع دائرنا نعبد غير الله في الشدة وفي الرخاء، وبعد ده دائرنا نبقى مسلمين، وما نقول لك يا الخنجر ما نقول لك كافر، نقول لك كفور، يعني أدلع لك ما مرق برا الدين. زول نادى غير الله مرق برا الدين، فهمت؟ زول اعتقد انه الشيخ بيعلم الغيب زي ما قال قوماك نزاور، ده البرعي. انت قال ده منو ده؟ انت قال ده جون سينا اللي قال الكلام ده الكافر؟ قالوا البرعي ذاته قال قوماك نزاور الاولياء الاقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، باطن وظاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ده أفضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده عائشة حديث مسروق في البخاري لما سأل أرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قالت أين أنت من ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب فقد كذب، وفي رواية فقد أعظم على الله الفرية، من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة قالت لك، اللي بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم الغيب دك وأعظم على الله الفرية، يعني جاب له كذبة كبيرة. فكيف البرع يقول لنا الأولياء بيعلموا الغيب باطن وظاهر ويكون صادق كذاب 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 لغاية الزريبة، فهمت؟ فهمت؟ كذاب لغاية الزريبة، وشيخه كذاب، والخنجر أكذب منهم، والدلبلة اللي استضافوه كذاب زيه برضه، فهمت؟ فما بنلعب معك، نحن بنتكلم بوثائق، نتكلم بوثائق، وأنت لو لاقي فينا فرقة ما كان من بدري سجنتنا، لكن نحن كلامنا كله
وفي النهاية لو سجنتنا ما حل. شوف الحل، الحل مناظرة، زي ما قال موسى عليه السلام قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فهمت؟ يوم الزينة ده كان يوم مشهور عند الناس فرعون، كان يوم الناس بيجتمعوا له. موسى عليه السلام لما جاء لمسألة المناظرة وألقى بهذه المعجزة أمام فرعون، فرعون عشان ما لقى دليل قال ما قال ده سحر، قال نجيب لنا وهمة كذا، قال ده سحر. قام مشى نادى السحر الكبار في المدائن كلها، قام جابوا وقال له اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. طوالي موسى عليه السلام قال له قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى بالصباحية عشان الناس تشوف الحاصل شنو. فنحن دارين منك يا لزيرك ويا الخنجر ويا غيره من الصوفية ومن غيره، نحن دارين منكم مناظرة علنية في التلفزيون في النيل الأزرق في غيره، فهمت؟ وأن تكون هذه المناظرة ضحى اليوم ذاك يجزوا للناس، نبدأ من الساعة 8 صباح يجزوا للناس، كل السودان ده كله يقفل عشان ثاني يوم طوالي يا السودان ده مش عديل بالإسلام عديل، يا جت نبقى صوفية ونلبس دراجين ونشيل إبريق أخضر ونعمل لنا ثلاثة ضفائر، فهمت؟ واحد تلقاه عامل زي باتيستوتا، أنت ده شنو ده؟ الرسول عمل كده أنت؟ عامل لك ضفائر وعامل لك هوس؟ يقول لك وهذا من أهل الله، تلقاه 70 سنة ما استحمى، والله ده من أهل جونجرن ما يقبلوا به، فهمت؟ أهل الله بتاع شنو؟ فهمت؟ فدارين معك مناظرة. الحل أيضا نديك نماذج من السنة، قصة الغلام، ربنا قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حديث صحيح مسلم من رواية الصحابي صهيب رضي الله عنه، كان في ملك وعنده ساحر، الساحر كبر يبقى كبير، قام قال للملك قال له أنا والله كبرت والموت ده بعد ده قرب، فهمت؟ وقال له بعدين جيب لي واحد أعلمه السحر، فجاب له غلام. الغلام بقى يتعلم مع الساحر. الغلام لما يجي من البيت مارق من البيت ماشي للساحر، لقى في راهب بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، ووقف ولقى عبادة الراهب دي كويسة وعجبته، فبقى يمشي يسأل الراهب. الراهب قال له الشغل بتاع السحر ده باطل، أما وعدت تمشي بين له، لكن قال له ما تقول أنا اللي وريتك، فهمت؟ قال له ما تقول أنا اللي وريتك الكلام ده، لأنه الراهب خايف يقتل، خايف يقتل، ونحن الشغلة دي ما أرقي الله لا راهب، قول طوالي ديلا نحن وديلا قاعدين نرفع الشغل ده فوق، فهمت؟ نرفعه في النت، أمشي أفتح بلاغ في حاجة اسمها معلوماتية، والنت بقى فوقه 150 مليون ولا كم بقى فوقه مواد، صح؟ فهمت؟ فما عندنا ما في مشكلة، جيبوا طوالي. الطوالي الغلام بقى يمشي للساحر، بعد ذاك برضه بقى يتأخر من الساحر، الساحر بيعاقبه وبيمشي ناس البيت بيعاقبوه. فقام برضه استشار الراهب قال له لما تمشي للساحر قول له اتأخرت في البيت، لما تمشي لناس البيت قول له اتأخرته. الشغلانية مشت شوية كده، بعد شوية يعني علم بالقصة، عرفوا انه الغلام ده خلى الشغل بتاع الساحر وتابع الراهب، والملك بيجي يعذب الغلام لغاية ما دل على الراهب، فنشر الراهب بالمنشار. شوف الناس دي المسكين دينهم كيف، مسكين دينهم جد، نشره بالمنشار فمات وما رجع عن دينه. جاء الساحر الغلام معه واحد وزير من وزراء الملك، قال له قالوا انت بتشفي، كان عنده مرض، قال له انا ما بشفي وانما الذي يشفي هو الله. اسي الكلام ده بيعملوه شيوخ الطرق الصوفيه، يقول لك جيب بياض اول حاجه، او جيب عتود لونه احمر زي ما هنا في كتاب طبقات الضيف الله، جيب ديكين خصيين، اسي من الله لقاك في ديك خصي، لكن دي الصوفيه كده، جيب ديك خصي وجيب قعون جعاقه والدين، فهمت؟ وجيب سحليه طردها من البيت، فهمت؟ وهوس كثير. فده الهوس ده موجود، فما قال ما دار منه حاجه، قال له انا ما بشفي انما الذي يشفي هو الله، قال له لكن انا بدعو لك ربنا سبحانه وتعالى فربنا الذي يشفيك، فدعا له الله فشفي. بعد ذاك جابوا وعذب الراهب وقتل الراهب. بعد ذاك قال لهم الغلام ده دار يخرب لي الدين، فهمت؟ وده نفس الشغل بتاع ليزيرق والخنجر، قال مجموعة من الشباب لافين في الحلقات ولا بد من إيقافهم، أنت بقى تجي تناظرهم، اشتغل معاه نفس القصة دي، فهمت؟ جزاك الله خير أخونا، نبهنا من الله لاقاك، من الله خلقك هل لاقاك؟
طيب فجاء الغلام الملك قال اقتلوه. قام قال الغلام ده قال لهم عشان تقتلوه تمشوا تودوا البحر تغرقوه. قام في مجموعة من أعوان الملك ركبوا في المركب مع الغلام عشان يغرقوا الغلام. الغلام دعا الله، ما دعا إسماعيل الولي زي ما قال البرعي، ولا دعا المرغني، ولا دعا بشرة، فهمت؟ ولا دعا الضلع عن حديد، دعا الله. طوال المركب انقلبت، الغلام جراجع للملك. الغلام ما عنده غرض، ما فرّ، جراجع للملك. قال له للملك هل حاصل شنو جماعة ماتوا؟ قال له وينو الناس؟ ماتوا. قال لهم ودوا جبل عالي وارموا من فوق الجبل، ساقوا الجبل ودارين يرموا من فوق الجبل. دعا الله ربنا سبحانه، دعا الله ربنا سبحانه وتعالى، رماهم من فوق الجبل ماتوا هم وهو جراجع. قال له شوف انت الملك لو داري تقتلني، قال له انا عندي لك اقتراح. قال اقتراحك شنو؟ قال تقوم تجيبني في ساحة كبيرة جدا، وبعدين تقوم ترفعني في محلة ظاهرة فوق، وتشيل سهمي من كنانتي أنا، وتقول بسم الله رب الغلام. ما هو ده قال؟ ها؟ قال أنا ربكم، فهمت؟ وبعد ذاك تفكني فأنا بموت. قام الملك لما الناس، وده شو داروا الغلام، وده دارينه نحن، إحنا لما المناظرة تنتهي أطعنا ما عافين لك. والله جت اطعنا، اشتغلنا، ابقى داعش يا صوفي، فجرنا بحزام ناسف، عافي لك، بس خلي الامه دي، بس نقولها مباشر مسجله معانا مباشر طوالي، فهمت؟ طوالي شال السهم ولما الناس وقتلوا وقال بسم الله رب الغلام، الناس طوالي قاموا رجعوا، كلهم امن. وده الخايف منه الملك ذاته، بقى بعد عداوته ما بينه وبين الغلام، بينه وبين بقيه الامه. فقام طوالي خد الاخاديد وأشعل فيها الحطب، وفتن الناس بعد ما ولع النار، إنه الناس الزول يمشي يتلب براو ما بيتفرق ولا بربطوك، تمشي تقع براك في النار. فحتى يحكى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي في هذا الحديث إنه في امرأة شايلة الوليد بتاعه ولد الصغير، فترددت إنها تقع جوا النار، ولد ثبت وقال لا أنت على الحق، فوقعت في النار. ربنا قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فإنت يا زيرق ويا خنجر لو دايرة تتحلى، الأسلوب وما الأسلوب ده ما موضوع، فهمت؟ دي ما كان بايخة ساكت، ما كان منفسة، ما بتشتغل لك. إنت تعال للموضوع بتاع المناظرة، إنتوا عندكم كفريات، شيوخ الصوفية عندهم كفريات ناشرينها. الشيخ بيقول أنا الله هنا، الشيخ بيقول إنه كان مع نوح، وإنه طفى نار إبراهيم عليه السلام، وإنه دخل إدريس الجنة حقته، فهمت؟ دي كفريات موجودة في كتبكم. داير تحل الموضوع، نجي نناقش الموضوع ده، نناقشه في مناظرة علنية وكده. فرصة مفتوحة إذا كان في سؤال مباشر أو سؤال أو مداخلة أو تعقيب أو غيره، فرصة مفتوحة. فرصة مفتوحة للمداخلات. والكلام ده يا أخواننا مش كتب ساكت، الكلام ده موجود في التلفاز في قناة النيل الأزرق، جايبين خليفة الكباشي، قال من كرامات أبونا الشيخ الكباشي إنه ربنا سبحانه وتعالى أداه كن فيكون على لسانه. على لسانه معناه شنو؟ معناه أي حاجة دايرة بسويها كن فيكون طوال. قابل مذيع الجبهجي، المستضيف ما جبهجي طبعا، والجبهجي زول بتعلم لما جبهجي إنسان حربائي في الشجر أخضر تحت أغبش بجاي بنفسجي، جبهجي إنسان دينه بتاع تلون، فهمت؟ الجبهجي قام شاف الشغلة دي كده المجتمع ما بيقبله، قام قال له يا شيخ طبعا أنت قاصد إنه أبوك الشيخ دعوته مستجابة ويسأل الله، والله طبعا عنده كن فيكون. لا، قال له أبونا الشيخ عنده كن فيكون، ذاك ما مصمت بليد، طبعا الصوفي بليد ما بيفهم. قال له لا، أبونا ذاته عنده كن فيكون. قال له طيب إذا ما بعض الناس ضعفوا الحديث، قال عبدي داك ما جاب حديث الصوفي، قال عبدي اعبدني أجعلك تقول لشيء كن فيكون. ده ما رواه زول، ده الزول الراوي بتاع الحديث ده زول شيعي، الكلام ده موجود في كتب الشيعة باتفاق أئمة الإسلام، ما يقدر يمرق ولو من كتاب أحاديث ضعيفة، ما يقدر يمرق، لا الخنجر لا ما الخنجر لا الكباشي لا غيره، ما تقدر تمرق الحديث ده، فهمت؟ ده شغل بتاع شيعة.
قام قال له إذا ما بعض الناس ضعفوا الحديث، وده جاب هاجي كذاب، إحنا ما ضعفنا ونحن بل العلماء، وما يعرف له أصل أصلا. تعرف يا جاب هاجي ما معنى ليس له أصل؟ أنت ما بتفهم يا أخي، أنت خليك مع المظاهرات ومع اللعب على الإسلام، خليك بعيد بعيد، فهمت؟ قام قال له طبعا إذا الناس ضعفوا الحديث تبقى عندنا الحجة موجودة، القرآن موجود، القرآن موجود، إنه الكباشي بيقول لشيء كن فيكون. أنت كذا تخيل قبل ما تسمع كلامه والرد عليه، القرآن موجود إنه بيسمح لشيوخ الصوفية إنهم بيقول لشيء كن فيكون. قال ربنا قال لهم ما يشاءون عند ربهم، والآية دي في أهل الجنة، فهمت؟ ربنا قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. الإمام ابن كثير والقرطبي وابن جرير وغير من العلماء قالوا أي في الجنة، مهما اشتهوا وطلبوا وجدوا، فهمت؟ لكن ده مش معناه أنت تقول للشيء يكون فيكون ولهم ما يشاءون عند ربهم الأولياء بيتصرفوا في الكون. يا أخي إذا كان الأولياء بيتصرفوا في الكون، الآن تعال شوف الآن الأيامات دي شو الصوفية عاملين كيف. الصابونابي الموية غرقت المسجد بتاعه جنب البحر هناك جهة سنار، زمان كان نحن كان مشينا له وقال بدينا قال محايا، قال 5 سنة ما تجيك ملاريا، والله أنا كل 3 شهور باخذ لي كينين وباخذ لي مصايب كثيرة جدا. كذابين ساكت، فهمت؟ ويقول لك من أكل كسرتنا دخل الجنة، بتخش الحوادث لأنه دي مهيوبة سيطنا بكوريك. يا أنت تطلب أنت ده دين شنو ده، فهمت؟ ورطونا، مشينا للصابونابي ولهوس، وأنا طفت بالقبة الزمن ده قبل أن أدخل الإسلام، لفيت بالقبة والله جت 6 أشواط ومركتها، جيت راجع القبة بتاعت الصابونابي، فهمت؟ الموية بتاعته مغرق المسيد، طب مغرقاه، فهمت؟ منتهي كله. الشيخ ما عارف بتاع مين، بتاع أزرق طيبة، شعره عامل زي منو كده ما عارف، عامل له قجة كبيرة جدا، عامل بوب مارلي، ده مودينه وين؟ النمسا ولا وين؟ إسبانيا، فهمت؟ ودوه إسبانيا، أنا ما عارف داري يشربوا لبن ولا شنو، ودوه إسبانيا قال عشان عنده شنو غرحة ولا عنده شنو؟ عيان برضه. طيب أنتوا ما قلتوا بتكتبوا حاجات للناس وبتشفوا من المرض والزول بيعزم ما بيديك حاجة، كذابين ساكت، وداك عنده والبرعي مات بحصوة وداك مات بشنو، وكله هوا ساي، والجيري ما عنده ولد وهوا ساكت، يقول لك نحن بندي الجنة ونحن نتصرف في الكون، كده أنت أدي نفسك ضعفاء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. يا أخي أزرق طيبة، أنت مش عندك مرض، عندك ما أعرف عندك حصبة ولا عندك أمراض الطفولة ما بعرفك، مش عندك، خليه حويله لي أنا. ده ربنا قال فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، ما بيقدر يحويله. ناس تلقاهم باركين له وأبونا الشيخ أزرق طيبة، فهمت؟ ونسوان مشلوا وفي حاجات تانية لا نستطيع ذكرها الآن، فهمت؟ وموضوع طويل جدا، هوس موجود، ده دي الطرق الصوفية، لعب بالإسلام والجرائد تكتب وهوس ساكت. وداك برضو جابين شيخ الطريقة القادرية في جبرة، قال جاء عنده أكسن، قال 2012 والله طبعا هو السرقة حرام، كما كده كان أنا حيط الحرام ده والله، فهمت؟ قال جاء الساعة 11 بالليل وخش البيت، قال عشان ياخد قسطا من الراحة. أنت لو كتبتها بالعربي ولا بالإنجليزي، شيخ طريقة وسرقه، فهمت؟ قام الحرامي سرقه، فهمت؟ الحرامي قام سرق العربية ذاتها. لما جبلغ الدلو كده، لما قام الصباح شكله ما قام الصبح، لما قام الصباحية ومشى بلغ للشرطة قال ما في أي أثر كسر، وإنت لقيت العربية؟ وإنت العربية ما لقيتها؟ قال مما يدل على أن الحرامي دور العربية بالمفتاح، فهمت؟ إنتوا ما قلتوا بتعلموا الغيب، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، ده الأكسن بتاعه شالوه منه. وفتح بلاغ، انت فاتح بلاغ ليه؟ المفروض تقول لهم ايوه طبعا نحن طبعا اولياء وكذا وبنعلم الغيب، بالله عليك الله يجيبوا لي دوريه بالله باحداثيات، الشيخ ده يبقى زي السوريه، يقول لهم طبعا شنو كذا شمال خط جرينتش على الناحيه 37 درجه و13 شنو كذا ما عارف، بتلقوا الليستيك بتاع العربيه وبتلقوا الحرامي، والحرامي الان داري يبيع العربيه، اقبضوه. وين العربيه الان؟ فهمت؟ متعب ناس المباحث، انت مش قلت ولي قادرية؟ وهذا الكتاب بتاعهم قالوا نحن بنتصرف في الكون، فهمت؟ اقرا لك شوية من الكذب، فهمت؟ حرامي نجمه والله حرامي. برضو قبل فترة واحد شيخ طريقة مضروب مليار وحاجة، مليار وحاجة،
برضو واحد محتال. طبعا الصوفية قالين زمان قالين السرقة زي زمان، واحد يجي يشيل عتودك وداك شال بقرات وجرى ونقص الأسر، ده كان زمان يا بليد. انت بقيت ما عامل ابديت، مفروض تنزل لك ويندوز جديد، فهمت الشغلة؟ بقى فيها احتيال جديد. واحد غش الصوفي قال له طبعا انت ابونا الشيخ وكذا، وقام قال له انا زمان ده كان علي عثمان نائب الرئيس، قال له انا طبعا الحرس الشخصي لعلي عثمان. قام غشاه وقال له طبعا النائب متكيف منك وكذا، ونحن عليك الله سجل لنا مكالمه. وقام جاب له واحد قال له ده اوباما، والله جاب لنا في الجريده 100 مليار وحاجه، فهمت؟ ده قام اداه اراضي، قال له طبعا ما دام الرئيس نائب الرئيس متكيف منك داير يفتح لك مجمع اسلامي في الازهري، الكلام ده في الازهري، وقال له لازم تحول لي في الرقم، اداه 300 مليون وثاني باع اراضي وكذا. الحرامي نشف ريقه، والله خلى لك لاف في سوره ساكت شيخ طريقه. وقال له اوباما طبعا داير يعلن اسلامه بعد ايام خلاهن، طبعا الحرامي شيف الدائره السرقه تتم، وبعد ذاك يكون لاف في الصينيه منتظر اوباما يقول لا اله الا الله. تبليد في مخك اوباما ده لو قال لا اله الا الله والله ما يتم الشهاده ذاته، ما بتم، ما انت مسكين ولا شنو؟ وزول ده قمه الكفر هناك غشاه حول القروش سرقه. انت قلت الاولياء بيعلموا الغيب، اسمع الكلام بتاعه، والكتاب ده بتلقاه في الدار السودانيه للكتب. الشيخ بيقول عن نفسه قال ذراعي من فوق السماوات كلها. طيب الاقسام بتاعتك ما لقيتها ليه؟ يا ناس ما تكذبوا علينا يا اخي. قال ومن تحت بطن الحوتي امددت راحتي. قال واعلم نبات الارض، داري يوريك انه بيعلم الغيب، واعلم نبات الارض كم نابت، واعلم رمل الارض هو رملتي، واعلم علم الله احصي حروفه، واعلم موج البحر كم هو موجتي. الشيخ قال الموج بتاع البحر كده انا حاسبين، قال والرمل بتاع الواطه حاسبه، والشجر والجرجير وابو سبعين والفيتريته، اي شجره اي نبته في الواطه قال انا عارف العدد بتاعه. طيب ما عارف الصواميل حقه الارض والاكسنات حقه الارض ما حاسبه، فهمت؟ قال ولي نشاه في الحب من قبل ادم. وطبعا ادم ممنوع من الصرف، لكن اللي بيمنع الصوفيه من اللعب بالعربيه منه. قال وسري سرى في الكون من قبل نشاته، قال انا قبل ما الله يخلقني انا ذاته الناس كان عارفة مقداري. قال وقال ملكت بلاد الله شرقا ومغربا، واذا شئت افنيت الانام بلحظتي. نقول له افني منه؟ افني الحرامي. طيب قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك، جماعه قال له انت مالك ما قاعد تصلي معانا. وده موجود عند الصوفيه، الصوفيه موجود عندهم، تلقى الشيخ قاعد يا شيخ انت ما بتصلي مالك، ما بصلي مع الرجال في جماعه تكون عيان ده عذر، يكون في خوف بيقتلوك ده عذر، المطره نزلت او في وحل بعد المطره ده عذر، او تكون مثلا امراه وعندها العاده نزلت عليها ده عذر. انت يا تو من ديل، انت ما يا تو من ديل يا شيخ، فهمت؟ قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك، ولم يعلموا اني اصلي بمكتي، وانا اعتبر ان هذه وهمتي. يا زول ما قاعد تصلي انت كذاب ساكت. قال ولا جامع الا ولي فيه منبر، ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي، ولا عالم إلا بعلمي عالم، ولا سالك إلا بفرضي وسنتي. قال ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. قال كم مرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا كان النار دي قفلتها وقلت للجماعة بعد يشتغلوا ساي، كان شغلتي يشتغل ساي. قال مريدي لك البشرى تكون على الوفا، إذا كنت في هم أغثك بهمتي. أنت أغيث نفسك أول حاجة، أول حاجة جيب الأكسن، جيب منها صامولة، جيب مفتاح العجل، جيب العفريتة إن شاء الله تلين فيها، فهمت؟ قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. يا أخوانا الكلام مع أنه كفر إلا أنه يضحك، والله يضحك يا أخي. أنت عربيتك ما قادر تحميها، أنت تقعد تحمي الناس. قال والله يا أخوانا تخيل لو ربنا سبحانه وتعالى الكون ده وكله للصوفية أو لمخلوق من المخلوقات، ما كان أمور نجاطة؟ يا أخي ربنا قال من آياته، ربنا سبحانه وتعالى قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ربنا بأكلنا كلنا الرزق ده، الزول مثلا بتاع الكافتير يمشي يجيب الجداد أو غيره من الأكل ويعمل وكذا، أي زول بيجي يشتري الشير ربنا كتبه له. لو جاء ردموا لك السندوتشات دي وقال لك توزعوا لجامعة السودان هنا وفي درداقات، تقدر توزعه؟ ما بتقدر توزعه. ربنا بأكل الناس دي كلها،
وهو لا يطعم. فده قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. لو مسكت قادري تمام، قال يوم القيامة الشيخ بيقف لك في الميزان، فمن ثقلت موازينه الشيخ ما بيتدخل، ومن خفت موازينه الشيخ بتقيل له. قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، وكنت أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي. شيخ القادرية السرق الأكسن بتاعه وشيخه ذاته قالوا كانوا مع نوح. قال وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي. وربنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما شنو على إبراهيم. قال أنا كنت مع راعي الذبيح في دأه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. والله لو حق يتعجب يا أخوانا الزول ده، لو حق يتعجب صح. لكن للأسف الكلام دي العقيدة بتاعت الشيوخ بتاع البلد دي، البرعي والصايم ديما والكباشي والمكاشي وترعي فينا والزرقاب وراجل السبت وغيرهم، دي العقيدة بتاعتهم. والطيب والدلمرين قال ديل بيرمي الناس ذاك، فهمت؟ كلهم دي عقائدهم. أخونا اللي قبل شوية ده يتعجب، وحق لك أن تتعجب لأنه كلام صحيح ما بقوله زول عاقل. قال وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. أنا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي. أنا كنت مع إدريس لما ارتقى العلا، 64 الصفحة 64 65 من الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، جمع وترتيب العبد الفقير إلى لطف مولاه الجليل الجيلاني البغدادي السيد الحاج إسماعيل بن السيد محمد سعيد القادري غفر الله له ولوالديه. بالطريقة دي الله أعلم إلا التوب. قال أنا كنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأقعدته الفردوس أحسن جنتي. ده شيخ القادرية قال دخل إدريس الجنة. قال أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي. عصا موسى قال شال من العصا بتاعتي أنا، موسى عليه السلام عصاته شال من القادرية. قال طيب يا أخواننا الفيضانات دي ما تعمل لنا عشان الإغاثات تخش، تعال دق البحر ولا الفيضان ولا الخور الكاسر ده تعال دقه بعصايتك عشان الإغاثات تخش يا خالق الله ما تلعب علينا، وانت عربيتك ما لاقيها تكون زي موسى عليه السلام. قال أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء وما برئت بلواه إلا بدعوتي. أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا. ربنا قال ويكلم الناس منه عيسى عليه السلام، قال لا قال أنا اللي كنت بتكلم. ده شيخ القادرية، فهمت؟ قال أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمته. وبرضو داود ممنوع من الصرف، فهمت؟ وده برضو نونه صرفه برضو. قال حلاوة نغمته، يعني ربنا قال يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. قال لا قال أنا لديت داود عليه السلام حلاوة التلاوة. قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. الزول اللي بيقول الكلام ده سرق الأكسن بتاعه، فهمت؟ أو الشيخ الزول المتابع. بعد ما قال أنا الله، قال وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي. قال إلى الآن أنا متواضع، أنا إلى الآن قال أنا متواضع. قال وما قلت هذا القول فخرا، وقال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته. يا ربي زول ده لو دار يفخر يقول شنو يا أخواننا؟ ده المنهج بتاع الصوفية. في ناس يقول لك لا أنت ما تمسك يا أخي الناس الجهال وتحاكم الناس بالناس الجهال. يا أخي ما في أي محل في ناس جهال، ده الكاتب كتاب ده جاهل، ده الشيخ بتاعهم ذاته البرعي جاهل، والضيف الله الجعلي ده جاهل. فديل يا أخواننا دي الناس نشروا الباطل بتاعهم بين المسلمين، فلا بد يرد عليهم. والمشكلة الناس قاعدين الكلام ده ينشروه ويستمعوا لهم ويعتقدوه، فهمت؟ يقول لك كباشي يربط ويحل في كل محل، يربط ويحل كباشي، كم أبض طفل من غير مس وتفل. قال بيدي الجنة من غير ما يهبش المرء، عشان ما تقول بيهبش شيخ كعب، قال من غير مس وتفل بالواي فاي ساي بيديها الجنة، فهمت؟ قال في كل بلد كم أدى ولد كم حل عقد كباشي. ده كفر بالله، كلام ده قاله البرعي. فلا بد يا أخواننا العقائد دي تحاربها، ودي مسؤولية أي زول حضر الكلام ده، فهمت؟ والله شوف نحن بنقول إنه أمر العقيدة ده أهم أمر،
وانت لو كنت بتواقع معاصي معصية من المعاصي اي شيء ولا العقيدة دي. شوف الانسان قد يكون عنده معاصي وكده او بيشرب الخمر او غيره من المسائل، فالانسان دي معاصي وربنا يتوب عليه، لكن لو جيت بعقيدة زي دي واحدة من العقائد ديل انه الشيخ بينفع او بيضر او تنادي الشيخ او بيعلم الغيب، انت ما عندك اي علاقة مع الاسلام. لكن الانسان قد يشرب الخمر وغيره ويعرف انه ده غلط ويسأل ربنا يتوب عليه، وده ما مبرر له يشرب لكن بيسأل الله يتوب عليه، فده اقل واهون بآلاف الدرجات من الزول اللي بينشر الشرك وتلقاه لابس قفطان قاعد في التلفزيون وبيفتي الناس، ده زول مجرم. فهمت؟ اخير منه الزول اللي بيشرب المريسه، شفت الدعاة بتاعنا الصوفيه ديل؟ اخير منهم الزول اللي بيشرب المريسه، ده اقل شرا منهم، لانه ده اذا باريته بتاع المريسه ده كان باريته بتسطن بتطش شبكه. فهمت؟ وقد تدخل النار وقد تدركك الشفاعه وقد يقام عليك الحد الى غير ذلك من اسباب المغفره. ما اقيم عليك الحد بتدخل نار جهنم الى ما شاء الله سبحانه وتعالى، لكن ما بتخلد فيها كما الله اعلم، لكن ما بتخلد فيها. اما اذا مت بعقيده شركيه ثاني مرقى ماف، تكون قاعد جوا جهنم مع ابليس ومع ابو لهب ومع ابو جهل ومع الشفات الكبار ديل. فاوعى تبقى صوفي والله جد، اوعى واحد يغشك تلقاه فكيف الحله ولا في الفريق. فهمت؟ ولا صاحبك تلقاه صوفي يقول لك يا اخي طبعا نحن يعني في الطريق القادريه المكاشفيه، وطبعا انتشار المريسه بقى كثير في الحي، فدارين نحاربه. قبل ست العرق نحاربك انت، قبل ست العرق، والكلام ده عليه ادله والله. انت قايل شنو؟ قبل ست العرق نحارب ابوك الشيخ، لانه ده بيدعو الناس للاشراك بالله والكفر بالله، وربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا قال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن شنو من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طيب قال كنت اود الحديث عن وضيف الله لانك في شنو كده ايوه عن وضيف الله. لا 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 اتكلمنا عنه. من ياتو ناحيه انت بتسال سؤالك من ياتو ناحيه؟ ايوه ان شاء الله. فوضيف الله ده زول صوفي، ده صوفي وهو نشر الكتاب بتاعه ده وبقروا للناس في جامعه الخرطوم، ده وضيف الله. فهمت؟ وضيف الله ده قاعد يأصل هنا انه الاولياء بيقول للشيء كن فيكون. الاولياء قال ودرجات الاولياء على ثلاث، وسطى وصغرى وكبرى. قال فالصغرى اقل درجه في الولايه عند الصوفيه ان يطيروا في الهواء وان يمشوا على ظهر الماء، يعني ولا انا سودانير ولا الجواز بتاعك ولا اقدم ولا 40 مليون، طوالي الزريبه مكه. فهمت؟ الطيران طوالي، الحج بالطيران، الخطوط الجويه المكاشيه طوالي بغادي. ده الولي صغير او مش بالبحر، يركب تذكره لغايه بور السودان وبعد ذاك يشوته بالبحر يشيله بالبحر. فهمت؟ مع صوفي يقول لك بيمشي على ظهر الماء، ده الولي البرلوم عند الصوفيه، دي الدرجه الاولى. قال والدرجه الوسطى وهي ان ينطقوا بالمغيبات. فهمت؟ ان ينطقوا بالمغيبات يعني يوريك الغيب. طيب السرق العربيه بتاعته ده ما عارف انه الحرام بيجي يسرق الاكسن بتاعه. فهمت؟ فده شغل لعب ساكت. وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. قال والدرجة الكبرى وهي درجة القضبانية، ده دفع الله المصوبا الشريف نسبه جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا والتمساح حجر في شانجلوك قلبوا. قال وناس قالوا يا سلام الله أكبر الله أكبر على شنو قال جر الشمس؟ أنت زول ما بتفهم ولا شنو؟ ده قال لك جر الشمس يا ناس فيزياء، الشمس دي أنا أجرها بياتو معدن، عليك الله أقنعوني بس ياتو معدن كده ما ينصهر لما أجي أربطه بالشمس. فهمت؟ قال جر الشمس مع الملائكة ما غلب. فقال درجات الأولياء على ثلاث. قال والدرجة الكبرى وهي درجة القضبانية بحيث يقول للشيء كن فيكون، وهذه درجة ولدي دفع الله الفكيزات. وقال لك ده لسه مستوى ليك، ده ولدي دفع الله الصغير ذاك، ده بيقول للشيء كن فيكون قطب. أما نحن ده الفوتنا بغادي زي ما قالوا، زي ما قال ود بدر. قال أولياء الله الكمل ثمانية،
طبعا معناه كده ما في ولي لله ونحن كلنا في جهنم، لأنه ربنا قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان شنو تقيا. فإذا ما بقيت ولي ما بتخش الجنة. لكن المقاييس في الولاية عند الصوفية إنه يكون عندك رايات، وإنه الناس تجيك وتبزغ للناس في البراميل الله يكرمك، يشربوا الموية ويجوا يتبركوا بالعرق بتاعك وتتوضى. والناس أنت ما شفتها في المقطع الفيديو، بعدين خش اليوتيوب بعدين اكتب شيخ سوداني الناس يتوضوا بالموية، والناس بتكاتلوا في موية الوضوء حقته. يا زول دي بيجيب لك تيبي يا زول. من ناحية شرعية النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث إنه الإنسان لما يتوضأ بتخرج الخطايا شنو مع غسل كل عضو، لغاية ما تخرج الخطايا لما يغسل كرعينه. أنت لما تشرب موية الوضوء بتشرب في شنو؟ تشرب في خطايا الشيخ. أنت ناقص يا مسكين، أنت ناقص لغاية ما تشرب لك عرق بتاع فكي سوداني. يسأل العرق بتاعه ده بجيب لي مصايب، يجيب لك ايدز ولا يجيب لك حاجة؟ أنت مالك ومال الهوس، تقعد تباري لك شيوخ وصوفية، فهمت؟ فقال لك ده الدرجة بتاعت ولدي ضف الله، فده ده الشغل بتاع الصوفية. طيب قال سيد قطب قال اليهودية والنصرانية والإسلام سواء. أيوة أنا ذاتي من جبال دار لي سؤال زي ده. دي الكتب بتاعت سيد قطب، ده شيخ الجبهجية مؤتمر وطني، وده اشتريته عليه من برا مكتوب شنو؟ الدار السودانية للكتب، شارع البلدية الخرطوم، صندوق بريد 2473. بعدين عامل لك صورة، طبعا شارع القصر. لو عملت البتاع كده بتصل، مش زمان قروك في الأساس لعبة كده يسمى شنو وجدنا الكنز، مش بس تعمل كده، فهمت؟ الدار السودانية تمشي شريك طوالي، شارع عبرة بتلقاه طوالي، تفتح من الساعة 10 صباحا لأربعة ونص، كان أربعة زادوها نص ساعة. طيب عارفيننا عشان نجي أكشف وانت قلني بس كلم ساي. طيب ده هنا كتاب سيد قطب. الكتب دي منها مرقت ناس داعش، عشان ناس تقول لك داعش ما داعش، داعش مرقوا من الأخوان المسلمين، ما مرقوا من منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو من المنهج السلفي كما يروج لذلك المجرمون من الصوفية ومن غيره. من هنا يا الخنجر، تعرف يا الخنجر، كتاب ده خنجر في ظهرك، امتى مرقوا من الكتاب ده ومن غيره من الكتب قاعدة جوا هنا، كتب التكفير. طيب نموذج صغير، آخر صفحة في الكتاب بتاع العدالة الاجتماعية لسيد قطب، فهمت؟ والروشتة بتاعت الكتاب ولا يسمى جنون الفاتورة قاعدة موجودة. طيب قال وحركات البعث الإسلامي اليوم في مفترق طرق، آخر صفحة منها الفارس طوالي. قال ونقطة البدء الصحيحة، يعني عشان نصلح المسلمين نعمل شنو؟ قال ونقطة البدء الصحيحة في الطريق الصحيح هي أن تتبين الشرط الأساسي لوجود الإسلام أو عدم وجوده، وأن تستيقن أن وجود الإسلام اليوم قد توقف، وأن لا تفزع لهذا التقرير الخطير ولا يتعاظمها الأمر فتحجم عن رؤيته والجهر به. فهمت؟ ده سيد قطب. هنا بيجي يتكلم بنبس في عثمان بن عفان صفحة 161. أمر قليل بالله كتاب التصوير الفني ده. سيد قطب قال القرآن فوقه موسيقى، لسه أنا جايك، ده شيخ الكيزان كلهم. قال وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني ده ما بيتكلم عن فنان أو إنسان عادي. قال واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام. الناس اللي قتلوا عثمان رضي الله عنه قال دي الروع ثورة من روح الإسلام. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بلغه مقتل عثمان، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عثمان قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء. ملائكة السماء بتستحي من عثمان، ينبذ سيد قطب. بل الرسول عليه الصلاة والسلام زوج ابنتين من بناته لعثمان. العلماء قالوا ما يعرف في تاريخ البشرية أن رجلا أرخى سترا على ابنتي نبي إلا عثمان. يجي سيد قطب يقول الناس الكتلوا ديل كان ديل ثورة من روح الإسلام، وديل خوارج، ديل الناس خوارج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان في حديث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر جاء خاشي البستان وكان أبو موسى واقف في باب البستان، قال استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر قال إذن له وبشره بالجنة.
فجاء عمر قال إئذن له وبشره بالجنة، فلما جاء عثمان قال إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. البلوى دي العلماء قالوا هي أن يقتله الخوارج. علي بن أبي طالب رسل الحسن والحسين بسيوفهم عشان يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه، يجي يسبوا سيد قطب، الصحابة بشوفوا دماؤهم رخيصة عشان يفضوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أبو هريرة جاء شال سيفه عشان يجي يدافع، وغيره من الصحابة. وكان الصحابة الزمن السنة ديك في الحج، فهمت؟ عثمان قال أنا ما داير يراق محجن دم، يعني قدر حاجة صغيرة بسبب أنا من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال للموالي بتاعنه، الموالي بتاعنه، قال لهم من أغمد سيفه فهو حر. قال لهم الزول اللي بيغمد السيف ويدخله جوا ده حر طوالي، تاني ما عنده ريق بعد اليوم. وعثمان طلع على الخوارج والناس القاعدين، خوارج قاعدين والصحابة دارين يدافعوا والناس كلهم سامعين، فقال أنشدكم ولا أنشد إلا من صحب رسول الله. قال أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال فجهزته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة؟ قال فاشتريتها. قال وله الجنة فاشتريتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما عثمان عفان جاب 600 أو 700 فرس أو 700 ناقة بسلاحه وأي حاجة والزاد بتاعه، وبعد ذاك تمت 300 من الخيل، وجاب بعد ذاك أموال للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بقى يقلب في المال ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فهمت؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جاء سيد قطب يقول الناس اللي قتلوا دي الناس صح. سيد قطب مش بيسب عثمان، ده بيسب الأنبياء عديل. صفحة 200 هنا الكتاب ده بيتكلم عن نبي الله موسى، قال لنأخذ موسى، كأنه بيتكلم عن موسى الزومة ولا عن ما انت بتتكلم عن النبي يا سيد قطب. اجي عبد الحي يوسف، فهمت؟ عشان يدافع عن المنهج التكفيري بتاع الزول ده. قال سألوا عن الناس اللي بينتقدوا سيد قطب، قال اللي بينتقدوا سيد قطب قال ده عبارة عن ناس قال قروا كل كتب سيد قطب وطلعوا حاجات بالمنقاش، قال بالمنقاش حاجات ظاهرة منقاش شنو دي بيطوبة بتقلعة مش بالمنقاش. قال صفحة 200 قال لنأخذ موسى، ولا قال عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول موسى صلى الله عليه وسلم، انت ما دار تقول. قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزعج. يا أخي الكلام ده أنت ما قلته في جون قرن، تقوله في موسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما الخارج التكفيري السلف بتاع سيد قطب لما قال الرسول اعدل فإنك لم تعدل، في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وربنا قال، ربنا سبحانه وتعالى قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل منهم من أخواننا موسى عليه السلام. ده بيجي يطعن فوقه. الموسيقى في القرآن، الموسيقى في القرآن، فهمت؟ صفحة 110 ذات دين غريب. عشان كده ما غريب الترابي يقول لهم لقد آن لقد آن الآن، قال لا يمكن أن يعبد الطار الله وحده، قال آن للآلات الموسيقية أن تؤوب إلى الله، يعني الكمانجا والساكسفون والأورغان والجماعة دي آن لهم أن يتوبوا. طيب يتوبوا يعملوا شنو يا ربي؟ ها؟ يعني يغنوا المديح والنار ولعت والكلام الكثير ده، فهمت؟ قال له ما ممكن الطار يعبد الله وحده، عشان كده قال إنه ها إنه ده فيه حسنات، فهمت؟ عشان كده ده عندهم حاجة اسمها الغنى الإسلامي، فهمت؟ قال فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجواء التي تطلق فيها فلدينا ما نعتمد عليه في الجزم بأنه يتبع نظاما خاصا وينسجم مع الجو العام باضطراد لا يستثنى، وقد نحتاج في ضبط الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية خاصة وإلى اصطلاحات في الموسيقى لا يتهيأ العلم بها لكل قارئ ولا لنا نحن أيضا، ولكننا نحسب المسألة أيسر من ذلك إذا نحن اخترنا ألوانا متباعدة وأساليب متباينة من هذه الموسيقى. داري أوريك أنواع الموسيقى في القرآن، فهمت؟ شوف الكلام ده، هل ده موجود في القرآن ولا موجود في الناس كريت ديفيد؟ قال في سورة النازعات أسلوبان
موسيقيان وإيقاعان ينسجمان مع جوين فيهما تمام الانسجام. أولهما يظهر في هذه المقطوعة السريعة الحركة. ده وين الكلام ده؟ انت قال ده في اي وونت يو نير بنتاغون والجماعة ديلك وهي تلقاه شغال كده؟ لا، ده بيتكلم عن القرآن. قال أولهما يظهر في هذه المقطوعة، فهمت؟ السريعة الحركة، القصيرة الموجة، القوية المبنى، تنسجم مع جو مكهرب سريع النبض، فهمت؟ ده الناس أويلوا لا كومبو ولا شنو ما بعرف، ده نفس ده الدين بتاع سيد قطب يا عبد الحي، تقول له بالمنقاش. طيب قال شديد الارتجاف والنازعات غرقة والناشطات نشطة والسابحات صبحة، قال ده جو مكهرب، فهمت؟ يعني بعد شيء حيجينا والله بتجي فرق للرقيص في صورة النازعات، قول له بالله ادعي عليه النازعات بالوهمة بتاعتنا، والله ده ما استهزاء بالقرآن، يقول لك ده عالم يا كلب، فهمت؟ طيب قال والثاني يظهر في هذه المقطوعة ألوانية الحركة الرخية الموجة المتوسطة الطول، ما تقول شمالية إلى شرقية، جوها ظريف ومرطب، ده شنو داس؟ دي نشرة جوية ولا ده القرآن؟ دليل. طيب وعشان ما تقول الزول ده لا يا أخي قال أظن أننا لسنا في حاجة إلى قواعد موسيقية ولا إلى اصطلاحات فنية لندرك الفرق بين الأسلوبين الإيقاعيين. عشان كده قبل ما يكتب الكتاب ده قام عرضوا على واحد اسمه أبو الحسن الشجاعي أستاذ، صفحة 102 أستاذ، قال تفضل الموسيقي المبدع يا زول، ده تلقاه جاب يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والناس كفار ونقتلهم انت قال ده شنو؟ ده هو المنهج بتاعه، المنهج بتاعه راجعوا للموسيقيين، فهمت؟ يعني نضل القلعة لو شدت حيلة ممكن تراجع التصوير الفني ده. قال تفضل الموسيقي المبدع محمد حسن الشجاعي بمراجعة هذا الجزء الخاص بالموسيقى في القرآن، رأيك شنو يا عبد الحي يوسف؟ طيب قال وكان له الفضل في ضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية يا زول، فهمت؟ طيب أديك كلام عجيب جدا سيد قطب، قال بيتكلم عن الموسيقى، قال ولما كانت هذه الموسيقى القرآنية إشعاعا، طبعا دي وهمة في شكل قلبه، إشعاعا دي وهمات الأخوان المسلمين للنظم الخاص في كل موضع وتابع لقصر الفواصل وطولها، كما هي تابعة لانسجام الحروف في الكلمة المفردة ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة، فإننا نؤثر أن نتحدث عن هذه الظواهر مجتمعة، كلها مجتمعة. قال جاء في القرآن الكريم، أسمع كلام شيخ عبد الحي يوسف، قال جاء في القرآن الكريم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وجاء في حكاية عن كفار العرب بل افتراه بل هو شاعر، قال وصدق، أسمع الكلام عليك الله بس ركز، قال وصدق القرآن الكريم فليس هذا النسق شعرا كويس، ولكن العرب كذلك لم يكونوا مجانين ولا جاهلين بخصائص الشعر، يعني شنو؟ يعني كلامهم صح، عشان ما تقول لي تحملت اللزمة لا يحتمل لساتي ملك. قال يوم قالوا عن هذا النسق العالي إنه شعر، برضو قال لهم ما برضو هم صح، هم قالوا شعر وكلامهم القرآن قال ما صح، لكن برضو هم ما مجانين، أهم مجانين معناه شنو يا سيد غطوب؟ معناه القرآن شعر، معناه الرسول شاعر، معناه كلامهم صح، معناه القرآن غلط، معناه عبد الحي بيمدح في زول بيكفر بالقرآن، رأيك شنو يا عبد الحي يوسف؟ فهمت؟ من هذا الرجل خرجت كتب التكفير والتفجير وغيره، ده موضوع طويل جدا بيحتاج إلى كتب، لغاية ما في النهاية اعترف بذلك الدكتور القرضاوي مستقبل الأصولية الإسلامية، ده برضو بيعوه في الدار السودانية للكتب، أنا اشتريته الأسبوع الفات الكتاب ده عشان نكشف لك الجماعة ديل. قال بيتكلم عن الفصيل بتاع التكفير، قال ومما اعتمد عليه هذا الفصيل ظاهر بعض كتابات الأستاذ سيد قطب رحمه الله في تفسيره الشهير في ظلال القرآن وما اختصره منه في كتاب معالم في الطريق، وقد كتب ذلك بين جدران السجن، وهؤلاء امتداد لجماعة الخوارج، سمعت الخنجر؟ وهؤلاء ده صفحة 18 تلقاه في الدار السودانية الطابق الثالث، فهمت يا خنجر؟ قال وهؤلاء امتداد لجماعة الخوارج الذين صح الحديث في ذمهم
والتحذير منهم من 10 أوجه. وقال الرسول الكريم عنهم: يحقر أحدكم صلاتهم إلى صلاتهم، وقيامه إلى قيامهم، وقراءته إلى قراءتهم. فهمت؟ فده يا عبد الحي يوسف بيعترف بأنه سيد قطب تكفيري وعنده أخطاء منهجية. ده القرضاوي. أنا أصدق عبد الحي يوسف ولا أصدق القرضاوي؟ يا أخي ما تلعب علينا نحن، وأنت مشيت صورت معه. عبد الحي يوسف مصور سيلفي مع القرضاوي، والله الشياب ما عندهم أي موضوع، شياب ما عندهم أي موضوع، مصور كده مع القرضاوي. يا حالك الله القرضاوي، أنت قال زول، وده أنا جبت لك من باب وشهد شاهد من أهلي أمام من باب مدحه، ده شيخك القرضاوي. طيب في سؤال أخير؟ وفي سؤال وكذا. فالناس تحذر يا اخوان، شوف الجماعات دي بتورطك داعش وهوس ويغشوك، وديل تلقاهم بيمدحوا لك. طبعا هو عبد الحي يوسف ما بيجيك طالب يقول لك داعش، لكن بيمدح لك ده. انت تمشي تقرا ده تقول يا اخواننا طيب الكفار المسلمين اليوم كلهم كفار، والناس عطلوا الجهاد، نعمل شنو؟ طوالب تقوم تضرب، تشوف مواقع ناس داعش في النت يجيبوا لك راسلنا في هذا الموقع، تقوم تراسلهم. وعندهم هنا بيجاي عندهم بوابات، وعندهم وكلاء داعش، مش في وكيل سوداني، وكيل ال جي، وفي وكيل سجاير، وكيل بتاع دراجات ناريه، وكيل تايوتا، مش في برضه في وكيل بتاع داعش قاعد تضرب الايميل بيقول لك. طبعا بيقوم بيديك اسئله، بشوفك انت بتلعب عليه ودار تكشفه ولا انت اصلا دار تلتحق. بعد شويه انت بيقول لك تمشي تلاقي فلان ذاك، طبعا بقدام بيقول لك لا طبعا داعش كعبين، تحت يقول لك طبعا لابد من التغيير، والا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فهمت؟ وهؤلاء الحكام طواغيط، ومن لم يحكم بما انزل الله، ولا يدي بالاجماع ما على ظاهره، كما قال ابن حزم، فهمت؟ وابن تيميه وغيره. بعد ذاك يجي يغشك ويقول لك والتبرج موجود وكذا، هنعمل شنو؟ يقول لك طبعا هاك الحزام الناسف ده، لا تركب حفلات الحاج يوسف يوم الخميس لانه بكون في زحمه، وتفجرها تفجر حاجه التومه وديك شايله دقايق وديك مسكينه يا اخي الله يهديك، وفجرها مالك وريها الحق. فده كله هوس يا اخوان. شفت الكتب دي بتورطك. فعشان كده ما تبقى مع اي جماعه، خليك براك يا زلمه. ما يعجبك الا ما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده في النهايه بتسال عنه يوم القيامه. نواصل ان شاء الله في الاسبوع القادم، جزاكم الله خير والسلام. وصية القحطاني. لله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.